ومعايا الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد. دكتور سعودي، هل هناك موجة جديدة من السيول قادمة لا، غدا ما فيش ان او شاء الله، بعد ده بكرة؟ مستقر وتمام. امال الراي بتقول ايه؟ الراي بتقول انه مش بتحذر عارف انه والله، مش متخصصه حضرتك، ما انا ده اللي غريب التخصص جدا، بيبقى انا فرد وغير. مستغرباه. ايه الفزع اللي هم معيشنا فيه ده؟ لا، ما فيش يا فندم، جو مستقر جميل جدا، وبس يمكن من يوم الثلاث والاربع في فرصه سقوط امطار خفيفه جدا على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره، لكن لا تعوق الانشطه اليوميه لكل الساده المواطنين او لكافه قطاعات الدوله. أمطار عادية جدا، خفيفة جدا، ومفيش خفيفة جدا. أمطار لا على مفيش أمطار لا على سيناء ولا على الصعيد ولا كذلك الجبال البحر. بشكرك دكتور وحيد سعودي. إذن دكتور وحيد سعودي ينفي ما قاله مركز تنبؤ الري من تحذيره لموجة جديدة من السيول بعد غد.